لما اجي اقرا الجزئيه اللي عندي بيقول لي اي بلايد ذا ترومبت، اي بلايد ذا ترومبت، ترومبت ديت اله موسيقيه. خلاص يبقى لما اجي اجاوب هنا هقول اي ونت تو ذا ميوزك كلاب، اي ونت تو ذا ميوزك كلاب. تمام، قلنا ديد مع جو تديني في الاجابه ونت، يبقى اي ونت تو ذا ميوزك كلاب. النقطه الثانيه بيقول لي هنا اي بلايد ذا ترومبت، يبقى انا سالته فوق وقلت له وات ديد يو دو، وات did you do. عايز تكتب there مفيش مشكلة، what did you do there، انت عملت ايه هناك، او what did you do، خلاص what did you do. اخر نقطة عندي بقول yes you can go with me next time، ايوة تقدر تيجي معايا المرة الجاية. يبقى اقدر اسأل هنا هو الاجابة عندي yes you can، يبقى اقول له can، اليو اصلها I، يبقى can I go with you، can I go with you next time، can I go with you، ممكن اجي معاك next time المرة القادمة، can I go with you، المي هنا هحولها ليو. تمام، يبقى can I go with you next time. النقطة اللي بعد كده جزئية الأندرلاين، جملة الأولى طبعا I can't answer. أنا أسئل. أيوة أنا عاوز أجاوب. أنت جاوبت يا يحيى، جاوبت يا حبيبي في جزئية الهوم ورك بتاعتك. أنا براجع دلوقتي لأن طبعا قدامنا 10 صفحات في الواجب، فهكمل انا الاجابات على طول، انتوا بتراجعوا بس الجزئيات بتاعتك وبتصحصح معايا، ممكن اجي في لحظه كده واقول لك يلا جاوب. تمام، ركز معايا. I can't answer the test، ما اقدرش اجاوب الامتحان ده. ليه؟ it's too difficult. انا تو فيهم تو اللي هي تي او او، it's too difficult. تمام، يعني صعب جدا ما اقدرش احله. مين في دولت is a person who cooks in a restaurant، بنقول طبعا a cook. يعني كوك قلنا طباخ، كوك هنا بمعنى طباخ. ذا فيلم واز، الفيلم كان، بوصف الفيلم هنا ما ينفعش اوصفه انه تايرد ولا بيزي، ولكن اقدر اوصفه بانه هو سكيري. ذا فيلم واز سكيري، يعني كان مرعب او مخيف. ذا فيلم واز سكيري. ذا تيتشر ديدنت، قلنا بعد ديد وديدنت بيجي لي مصدر، مين المصدر في الثلاثه اللي قدامي؟ بقول تل، ديدنت تل، ديدنت تل. تمام يا مهاب، تل اهيت. فاوند از ذا باست فورم اوف، فاوند هي الماضي او هي الصيغه الماضيه من، فاوند هي الماضي من فايند. تمام، I am is the short form. I am هي short form، يعني الصيغة المختصرة من إيه؟ I am أصلها I am. I am. Please put your coat on the، من فضلك حط أو ضع المعطب بتاعك أو البلطو بتاعك on the، on the hook، يعني hook هنا اللي هي شماعة أو علاقة. We get from sheep، بنحصل قلنا على الول، بنحصل على الول، الول ده اللي هو الصوف. علا lost her bag، علا ضيعت الشنطة بتاعتها. and we for it، بنقول we looked for، يعني look for، قلنا يبحث عن، looked for it دورنا عليها. بسأل سؤال هنا بأداة استفهام، did the boys go later، يبقى أنا طالما عندي go هنا هوت، يبقى أنا بسأل be where، where did the boys go، where did the boys go later، يعني فيما بعد، راحوا فين بعد كده، راحوا فين بعد كده، يبقى where. مين في دولة is a person who grows plants، اللي بيزرع النباتات طبعا هو الفارمر. let's look in the، let's look، خلونا نبص، يلا نبص in the ايه، طبعا let's look in the book، يلا نبص في الكتاب، يلا نبص في الكتاب. we get from trees، من الشجر بناخد، قلنا wood، we get wood from trees، ودي من الجمل اللي ركزنا عليها الحصة اللي فاتت. سهى a nice cake last night، لوجود كلمة last يا مهاب أنا هستخدم هنا الفعل إيه؟ made. تمام؟ تمام. my sister loves reading، قلنا بعد love ولike بيجي لي ing، بعد الفعل love أو like يجي لي الفعل الثاني يكون ing. my sister loves reading، reading إيه في دولت؟ قلنا طبعا reading books، reading books. شوف جمل rewrite، جملة الأولى بقول the car isn't cheap enough، the car is not cheap enough، العربية مش رخيصة بدرجة كافية، عايز أقول تو، خلاص يبقى هقول إيه بقى يا جمانة؟ The car is too expensive. أقول تاني The car is too expensive. جبت expensive دي منين؟ عكس كلمة cheap، عكس كلمة cheap، عكس رخيص expensive غالي، يبقى هنا عايز نقول The car is too expensive. Number two، mom made a cake، قل لي not، استخدم not عشان انفي made، انا بنفيها ب didn't و make، didn't make، يبقى هقول mom didn't make a cake، mom didn't make a cake. John swam slowly، استخدم كلمة quickly، هو ايه العلاقة ما بين slowly و quickly؟ الاتنين عكس بعض، هنا ببطء وهنا بسرعة.
طب عشان اقول بسرعة انا بقول جون عام ببطء، يبقى هو ما عامش بسرعة، عام ببطء معناها ما عامش بسرعة، يبقى اقول جون didn't swim quickly، جون didn't swim quickly، يعني نفيت الجملة. تمام. we get wood from trees، استخدم what، يبقى اقدر اقول له نوت what do you get from trees، what do you get from trees، على ماذا تحصل من الاشجار، بنحصل عليه من الاشجار، اقول له wood، يبقى الاجابه كلمه wood، الاجابه كلمه wood، يبقى اقدر اسال هنا واقول what do you، ليه you، الوي اصلها you، طب ممكن اخليها وي هنا في الجمله دي، اه ممكن تمشي وي في الجمله دي، ما فيش مشكله، يبقى what do we get from wood from trees، او what do you get from trees، وتبقى الاجابه هي كلمه wood. the box is too heavy، الصندوق تقيل جدا، عايز استخدم enough، يبقى هعملها زي الجمله الاولى واقول the box isn't ايه بقى، the box isn't light enough، the box isn't light enough، ايه light ديت، light يعني خفيف عكس كلمه heavy. تمام. يبقى the box isn't light enough، مش خفيف بدرجه كفايه، معنى كده ان هو تقيل، يبقى the box isn't light enough، isn't light enough. عبير found a ring، استخدم not، خلاص found زي made، لما نفيناها didn't والمصدر، يبقى عبير didn't find a ring. we get wool from sheep، استخدم what، نفس الفكرة بتاعت الجملة دي بالظبط، اهي نفس الفكرة بتاعت number 4 اللي هي we get wool from trees، هنا بيقول لي احنا بنحصل على الwool الصوف from sheep، من الخروف او من الخرفان، كل وقت يبقى هقول له what do you get، what do you get from sheep، what do you get from sheep. هبة helped her mother، استخدم هو، يبقى أنا هشيل هبة، لو بسأل عن هبة هقول هو helped her mother، من اللي ساعد مامته، هبة. أو ممكن أسأل عن المادر، بما إن الاثنين عاقل، هنا مادر عاقل وهبة عاقل، أقدر أسأل عن الاسم الأخير، ولو سألت عن الاسم الأخير هكون سؤال بطريقة عادية خالص وأقول هو did هبة help، هو did هبة help، هي هبة ساعدت مين، يبقى عندي طريقتين في الجملة ديت، يا إما أسأل عن هبة وده أسهل لي، وده أسهل لي، ليه؟ لأن أنا هشيل هبة بس واكتب هو بس، يبقى هو helped her mother، مين اللي ساعدت مامتها؟ هبة. طب عايز أسأل عن المادر نفسها اللي هو المفعول دلوقتي، خلاص كون سؤال عادي، يبقى هو did هبة help، هي هبة ساعدت مين؟ الإجابة her mother. تمام. بروح بعد كده للقطعة، مديني قطعة زي الجزئيات اللي موجودة عندي في الكتاب. Pete went to the computer club last week، ماشي خلاص عرفنا انه راح نادي الكمبيوتر الاسبوع الماضي. He learned animation، تعلم، learned هنا الماضي من learn، تعلم هناك فن الرسوم المتحركة اللي هو الانيميشن. He used a special program، استخدم برنامج خاص في التعلم للحاجة دي. In his animation، في الرسمة بتاعته، fish swam through the seaweed، كانت السمك بيعوم عبر أو من خلال السيويد اللي هي الأعشاب. And made bubbles، وعملت كمان bubbles فقاعات. Then ثم a funny snail moved across the sand، funny snail قلنا قوقع أو صدف أو حلزون، يعني حلزون مضحك، moved across the sand، كان بيتحرك عبر أو على الرمل. السؤال الأول what did Pete learn، أدور على كلمة learn في القطعة فوق هلاقيها عندي في أول سطر اهي، he learned animation، وتبقى إجابة نموذجية، he learned animation، كتبت animation ماشي ما فيش مشكلة، بس الأفضل طالما أقدر أجيب الإجابة النموذجية من القطعة بجيبها، يبقى he learned animation، تعلم فن الرسوم المتحركة. What did he use to make his animation؟ What did he use؟ ماذا استخدمه؟ أهو كمل أهو. He used a special program. He used a special program. استخدم برنامج خاص. Number three. Pete went to the computer club days a week. تعال كده نرجع تاني للقطعة. هو بيروح كم يوم في الأسبوع؟ بقول Pete went to the computer club last week. تمام. وبعدين learned he used in his animation، هو استخدم ايه وايه وايه. طيب هنا Pete went to the computer club، هقول 5 days a week ولا 6 days a week
6 days ago ولا 7 days ago؟ طبعا last week معناها 7 days a week. ليه؟ لان الويك عندي equal 7 days. تمام؟ يبقى اذا هقول هنا he went to the computer club 7 days ago لانه اي اللي فوق last week. ايوه يا مهاب. مهاب سير بقى ناخد يونت 2. اهدى عليا يا مهاب بس لما نخلص المراجعه الاول يا مهاب. ماشي. نمبر 4 في القطعه ايه من دولت موفد اكروس ذا سي؟ اكروس ذا سي طبعا هنا كان بيقول لي السي اللي كان في السي اللي هو الفيش. تمام تمام. انما هنا اللي كان موجود عندي المفروض اكروس ذا ساند بقى اكروس ذا ساند موفد اكروس ذا ساند ده السنيل. يبقى اذا هقول له اسنيل اسنيل ونصحح كلمه سي ده اهي نصحح كلمه سي عندنا نعملها ساند. تمام. عندي بعد كده جزئيه الباراجراف. الباراجراف قلنا له شروط في كتابته نلتزم بها شويه ونحسن خطنا واحنا بنكتب. اكني بكتب موضوع تعبير في العربي. تمام. يبقى اهم حاجه عندي خط يبقى كويس. ببدا الجمل كابيتال بسيب مسافه في اول جمله بخلص الجمله واحط الفول ستوب وابدا تاني جمله كابيتال جديد. طبعا زي ما اتدربنا في الجزئيات اللي فاتت بيديني صوره ومديني مجموعه كلمات المفروض على كل كلمه من دول بكون جمله من عندي او ممكن ادخل كل كلمتين مع بعض في جمله ما فيش مشكله. المهم ان انا بديله عدد 6 جمل. كتبت اكتر تمام. اقل لا. اقل من 6 لا. اكتر ماشي. طبعا هنا هو بالشكل ده منظر الصوره اللي قدامي ده بنسميه الدراما كلاب. دراما كلاب تمام. يعني اقدر اقول last week او last sunday زي ما هم مديني كلمات last sunday I went to the drama club. ماشي. the children put on a play الولاد كانوا بيعملوا مسرحيه. ماشي. It was the ugly duckling كانت مسرحية اسمها the ugly duckling. تمام. أقدر أقول John was the kind man. Candy was the kind man's daughter زي ما قرينا عن الجزئية ديت قبل كده. Anna was the swan. وأقدر أقول Alfie was the ugly duckling. أقدر أقول بعدها I was very happy. تمام. إذن أقدر أعبر عن الصورة اللي قدامي بأكتر من جملة. تمام. بعد كده عندي جزئية الريأرينج. الريأرينج في الجملة الأولى معتمد على جزئية الفونكس الصوتيات. بقول my coat is on the hook. my coat is on the hook. البلطو أو المعطب بتاعي موجود على الشماعة وعليقة. let's أو let's look in the book. لسه حلين الجمل ديت فوق في الاختياري. let's look in the book. يلا نبص في الكتاب كده. number three هقول what did أنا make. What did أنا make. number four I went shopping. went shopping went هنا من الأفعال اللي بيجي بعضها ING اللي هو أصله go يبقى بعد go ING برضو. I went shopping after school. I went shopping after school. تمام. دي جزء أي. طيب لو أنا جيت هنا هوت لو أنا جيت هنا في الجملة اللي قدامي أقدر أرتبها بطريقتين. I went shopping after school ولكن المطلوب عندي في الجملة دي بالذات اني هبدأ بكلمة افتر. تمام. يبقى انا ترتيبي في الجملة دي مش هبدأ بآي انا هبدأ بافتر. تمام يا شباب اللي عاملها اي لا انا هبدأ بافتر. ليه؟ هو انا عندي الاي اساسا كابيتال في اي مكان في الجملة. الاي كابيتال في اي مكان في الجملة ولكن افتر مش كابيتال في اي مكان في الجملة. افتر ما هيش كابيتال الا في اول الجملة. اذا عشان ارتب الجمله بالطريقه الصح يبقى لازم ابدا بكلمه after عشان اقول after school I went shopping. after school I went shopping لا اعملها غير كده لا. يبقى هبدا بافتر هنا لان طبعا افتر بدا بحرف كابيتال. اما الاي كابيتال الاي كابيتال في اي مكان في الجمله في الاول في النص في الاخر مش مشكله. انما كونه عامل لي افتر كابيتال يبقى انا هبدا بافتر school I went shopping. الجمله الاخيره أبدأ برضو بزيس مش هينفع أقول منز لأن طبعا عندي برضو التي بتاعت زيس كابيتال. يبقى هقول زيس إز منز بوك. زيس إز منز بوك. جيف وان وورد. جيف وان وورد محمد أسامة. محمد أسامة أسمول دك.
نعم يا سي. يلا اسمول دك ديت بنسميها ايه؟ عايز لها كلمه واحده. داكلينج. داكلينج برافو. جمانة. جمانة. A group of people who sing together. A group of people who sing together. دول بنسميهم ايه؟ ده كوير. تمام. يلا يا يحيى. A word means not beautiful. Not beautiful. يحيى. Ugly. Ugly. برافو. يلا يا مهاب. A person who practices swimming. Person who practices swimming. الشخص اللي بيعوم بسميه ايه؟ مهاب. سير مهاب طلع. مهاب وقع. ماشي. طب قول يا محمد. محمد. نعم. قول لي يلا الجملة الأخيرة. سويمر. سويمر. برافو عليك. سويمر. يبقى الشخص اللي بيعوم ده بسميه سويمر. تمام. نروح لجزئية تانية. رجعنا الكلمات دي، قلت ان هي عبارة عن نفس الكلمات اللي عندي من اول اليونت. كلمات طبعا ما حد سمع غير جمانة. جمانة اللي سمعت الكلمات دي بس. ها؟ بس انا سمعت. سمعت الكلمات دي هي؟ ماشي. كان عندي بعد كده الاكسرسايز اللي قدامنا ده، زمايلكم بياخدوه كامتحان في المجموعة في المدرسة. تمام؟ نشوف يلا الجزئية ديت مع بعض. نمبر 1. نمبر 1. I went to the، هقول له and sang some funny songs، يبقى بقول له I went to the choir. I went to the choir. طبعا احنا بنراجع الجمل دي مع بعض. I went to the choir. We are going to songs، يبقى اقول له practice. Practice يعني practice، نتدرب او نمارس. I am in the choir، انا موجود في الكوير. فوتو في صورة الكورال. On the school، on the school website. On يبقى website. برافو. Are you going to the school concert، بقول له هنا هوت. Are you join، are you going to join، are you going to join، يعني هتنضم لي. join the choir. no at fun، فان هنا بقول له. the choir sounds fun. it sounds fun، يبدو رائعا، يبدو جيدا، يبدو ممتعا. sounds fun. there is a group of people singing together. قلنا طبعا the choir يا جمانة. the choir. the orchestra، الاوركسترا اللي هم مجموعة العازفين. is a group of people playing، قلنا playing music، بيعزفوا موسيقى. playing music together. the evening دولت is the one that helps people. اللي help people اسمه يا يحيى. اللي help people in sport ده اسمه ايه؟ يحيى. انا بقول كابتن. لا مش كابتن يا معلم، يبقى كوتش. اما هو اذا ما كانش عبده يبقى سي عبده. ماشي، يبقى كوتش. يبقى كوتش طبعا. ان الشخص اللي هيلب بيبل، بيساعد الناس في الالعاب، زي الكابتن اللي كان بيساعد الولد في السباحه، ده اسمه كوتش، بنسميه كوتش. كوتش المدرب. زي ايه في دولت از ليدر. يبقى نعلمها اهو. اللي هيلب زي ما قلت من اول حصه في الشرح، هيلب ده بسميه كوتش. انما الليدر، مين هو الليدر؟ القائد بتاع الفريق، ده بسميه ايه بقى يا يحيى؟ كابتن. كابتن. تمام. مهاب. مين في دولت از ذا وان ذات كيب ذا رولز. رولز عند كلمه رولز هي قواعد وقوانين اللعبه. الريفري. تمام. الحكم. There is a plant that grows in the sea. مين في دولة اللي بينمو في البحر يا محمد يا أسامة؟ سيويد. سيويد. برافو عليك. يلا يا جمانة. There is a very slow animal with a round shell. له قوقع أو صدف. سنيل. يلا يا محمد أسامة. A game played by two people on a square board، بيتلعب على لوحة. تشيس. الشطرنج. تمام. ان وي يوز سبيشال كمبيوتر بروجرام. ان ايه بقى يا حلوين؟ بستخدم بروجرام للكمبيوتر. انيميشن. ان انيميشن. ان انيميشن. تمام. نمبر 15. ذا فيش سوام ان ذا سي اند ميد. الفيش وهي بتعوم في البحر بتعمل ايه؟ عملت ايه؟ قلنا بابلز. يعني ايه بابلز؟ قلنا فقاعات. A funny snail moved slowly across the. Across the ايه؟ كان السنيل بيمشي على ايه او بيتحرك على ايه؟ قلنا ساند. ساند الرمل. My dad this picture. خلاص مش عايز بقى حاجه. ها. My dad ايه picture؟
took my dad took this picture. I went to the A club and I break the record in the sea. In the sea. يبقى اسمها ايه؟ swimming club. Swimming club. I was the مين اللي هيجاوب لي على ديت؟ fastest. The يبقى اي اس تي. The يبقى عايز بعدها اي اس تي. The fastest. I learned اتعلمت how to swim with the help of my اتعلمت ازاي اعوم بمساعدة coach. الكوتش بتاعي. برافو يا جمان. The club ايه is كذا. اسمه club ايه؟ ريكورد. الرقم القياسي اللي موجود في النادي. I can swim faster and the record. قلنا هنعمل ايه في الريكورد؟ بريك ذا ريكورد. بيحطم الرقم القياسي يعني بيتعداه. He looks a very big fish. قلنا looks ايه؟ looks ايه وموجود عندي في التايم. What does she look like? Look like. يبقى هنا he looks like بيشبه عامل زي السمكة. I in a chess. I am very sad. نركز شوية في المعاني. أول ما يقرأ الجملة الوضيحة هيقول I won. لا طبعا ده أنا هنا بقول له أنا sad حزين. يبقى I lost. أنا خسرت. يبقى lost. I was too after running 2 kilometers. بعد ما جريت 2 كيلو أنا كنت إيه؟ أنا كنت tired. I am going to get a new piece of chess. هشتري قطعة شطرنج جديدة. I not won last week. عملت ايه في الثانية؟ I broke. I broke. كسرت واحدة. I looked the internet. جملة مهمة جدا. قلنا لو مديني كلمة انترنت او ويب سايت او كمبيوتر ده كله بستخدم احد الجر on the website او on the internet. The pieces of chess قطع الشطرنج are made of. قطع الشطرنج مصنوعة من ايه محمد يا أسامة؟ wood من الخشب. They aren't going to break easily. مش هتكسر بسهولة. Would you like to the swimming club يا جمانة؟ join يا يحيى التزم بالاسماء يا يحيى. We are putting ايه؟ We are putting on. On اسمها putting on يا محمد يا أسامة بمعنى بنمثل مسرحية. وقلنا بلاي هنا مسرحية. Can I be in the play؟ ممكن أبقى معكم في المسرحية لأن I like إيه يا مهاب؟ نعمل سي. I like إيه حبيبي؟ Number 31. Acting. اللي عايز يمثل ده بيبقى like acting بيحب الإيه؟ الأكتنج التمثيل. He is a good in this play. أقول إيه يا جمانة؟ Actor ممثل. He is a good actor ممثل شاطر في المسرحية دي. This is a man we all like him. كلنا بنحبه لأنه هو kind. طيب أو عطوف. There is a beautiful floating on water. كلمة floating هنا معناها بتعوم على سطح الماء. يبقى swan يعني swan. قلنا بجعة وضعنا في الجزء بتاع المسرحية. We use a computer to put a picture on the screen. Program. We use a program to make the picture. يلا عشان كان في ناس غلطانين قبل في الجملة دي قبل كده. ها؟ Move. تمام. Move. بنخلي الصور تتحرك. Move. It's difficult to play chess. من الصعب ان احنا نلعب شطرنج. You must then it's easier. لازم تعمل ايه الاول في اي لعبة من الالعاب وبعد كده بتبقى الامور سهلة. You must practice. عليك ان تمارس او تتدرب. Can I see your animation on هيئة المرة دي. هقول له on the يا مهاب. انترنت. ايوة كده. On the internet او website. تمام. You can see my program. Just not on Alice program. الله الله الله. مين اللي هيقول دي يا جمانة؟ جمانة؟ لا. عايز اسمع جمانة. جمانة. لا. جاوب الجملة دي. حاضر. كليك. قلنا كليك اللي هو يضغط على الماوس زي انا ما ضغطت دلوقتي كده اهو زي ما بضغط كده دلوقتي. كليك اون اليس بروجرام يعني اضغط على البرنامج عالي. يو كانت سويم اجين ويز يور كوتش. دي جمله ودي جمله.
بقول لك انت مش بتعرف تعوم، انت مش عارف تعوم. ايه again with your coach؟ try again. try again. حاول تاني مع الكوتش بتاعك او المدرب بتاعك. القطعة I went to the choir after school today. انا رحت الكوير بعد المدرسة النهاردة. It was really good. كان جميل. We sang some very funny songs. غنينا اغاني مضحكة حلوة جميلة. Mrs. Hall, السيدة Hall, helps us. هي اللي كانت بتساعدنا. And she tells us when to start and stop. وكانت بتقول لنا امتى نبدأ وامتى نتوقف عن الغنى. Today she told us about a singing competition. دلوقتي او النهاردة قالت لنا عن مسابقة للغنى. We are going to enter it. قلنا enter هنا يعني هندخل فيها، هنشارك فيها. It's in December، في شهر ديسمبر. And we are going to practice songs every week. وهنتدرب على الأغاني دي كل أسبوع. السؤال الأول What did you do in the choir؟ What did you do in the choir؟ عملت إيه في الكوير؟ عملت إيه في الكوير؟ هقول We sang some very funny songs. هقول إيه بقى الإجابة؟ We sang some very funny songs. غنينا أغاني مضحكة. باخدها كده. طب اقول اي، ما انا بقول لك هنا اليو اقدر احولها لاي او وي، لاي او وي، يبقى وي سانج سام فيري فاني سونجز. اجابه كامله اهي. النقطه الثانيه هو هيلبس يو ذير، هو هيلبس يو، هقول له اللي ساعدنا هناك مسز هول هيلبس اس، بس مسز هول هيلبس اس. ذا سينج كومبيتيشن از ان بتاع المسابقه بتاعت الغنى ديت في شهر قلنا ديسمبر. We are going to practice songs every. هنتدرب على أغاني every إيه؟ week. أي اللي في القطعة week. خلاص يبقى week. قطعة تانية. Last week I went to the swimming club with my friend عادل. I moved through water very quickly. عادل was the fastest swimmer. The fastest swimmer in my group. Our coach was really pleased. كان مبسوط. My friend عادل broke the record. لأن عادل حطم الرقم القياسي. I love swimming. أو I like swimming. أنا بحب السباحة very much. It's my favorite hobby. هوايتي المفضلة. My brother is always lazy. أخويا كسول. His favorite hobby is playing chess. لعبته المفضلة هي لعب الشطرنج. He is very clever. هو شاطر وماهر. He won all the games easily and quickly. تعال نشوف الجزئية دي. Who is the fastest swimmer in the group؟ أقول محمد أسامة. عادل. عادل، برافو عليك. What's my brother's hobby؟ هواية أخويا إيه؟ Playing chess. Playing chess. His favorite hobby is playing chess. يبقى playing chess. Playing chess. My favorite is swimming. Hobby. Hobby. الأولى. Our was pleased with us. مين اللي كان مبسوط مننا؟ Our coach. Our coach. امتحان تاني اهو. بقول I went to the swimming club. هسأل بإيه يا جمانة؟ What did you do? ممكن أسأل what did you do؟ بس أنا قلت لما بلاقي وانت أفضل إن أقولي كمان. ها؟ Where did you go? Where did you go؟ تمام يا جمانة؟ يبقى أقدر أسأل في النقطة الأولى Where did you go؟ Where did you go؟ لأن أنا في الثانية أهوت هقول What did you do؟ مثلا، تمام؟ يبقى number one هقول Where did you go؟ Where did you go؟ ممكن أسأل What did you do؟ أيوة ممكن عادي، ما فيش مشكلة تمشي. ولكن الأفضل هنا لما أقول went ومكان أقول Where did you go؟ Where did you go؟ I swam quickly in the sea. يبقى أنا هقول له What did you do؟ What did you do؟ عملت هناك. I swam quickly. What did you do? I swam quickly in the sea. واحد تاني هيقول لي How did you swim؟ ممكن تنفع. How did you swim؟ كيف كنت تسبح؟ انت كنت بتعوم ازاي؟ quickly كده اسير. عاملها how؟ أوه. ماشي، ما فيش مشكلة. يبقى لو قلت What did you do there؟ ماشي. I swam quickly in the sea. انا عمت بسرعة في البحر. Do you like؟ اكيد طبعا. يبقى Yes I. Yes I do. Do. Yes I do. يلا يا مهاب. I went to choir yesterday. تفضل يا مهاب جاوب. Where did you go? Yesterday او مش موجودة مش مشكلة، بس طالما موجودة في الإجابة اكتبها في السؤال. يبقى Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? النقطة الثانية مهمة اللي عرفها يرفع لي إيده كده. مفيش. مش حلنا في الواجب ولا ايه؟ أنا أجاوب. جاوب يا يحيى. Who you went with؟
لا يا يحيى، لما اقول I went with my friend سلمى انا اقولها قولي Who did you go with؟ ممتاز، برافو عليك يا جمان. يبقى Who did you go with؟ لما اقول I went with، I went with، ودي هلاقيها كتير في المحادثات بتاعتنا، I went with كذا، يبقى بقى اسال واقول Who did you go with؟ Who did you go with؟ انت رحت مع مين؟ Who did you go with؟ الناس صلحها، صلحها يا يحيى، Who did you go with؟ لان انا بسال هنا عن المفعول. انت رحت مع مين؟ انا رحت مع سلمى. Did you sing funny songs؟ اقول له طبعا احنا كنا في الكوير، يبقى هقول له yes we did. Yes we did او yes I did ما فيش مشكله. Yes we did. ايوه طبعا غنينا اغاني كويسه. Yes we did. السؤال الثالث، ذا مين في دولة is a group of people singing together؟ قلنا طبعا the choir. The choir. The orchestra is a group of people playing، قلنا playing music together، بيعزفوا مزيكا مع بعض. The ايه من دولة is a plant that grows in the sea، قلنا اسمها seaweed. Seaweed. The is a very slow animal with a shell، قلنا اسمه a snail. A snail. Go you are too noisy، بقول لك ابعد بعيد، ده انت واد وش، عامل لي وش، عامل لي صداع، يبقى اسمها go away. Go away، ابعد بعيد. Go away. In a chess club، في نادي الشطرنج، احمد بلايد نقط يوسف، اسمها بلايد اجينست. بلايد اجينست يعني ضد او مقابل. I looked the internet، اسمها I looked ايه يا يحيى؟ I looked like I looked ايه يا يحيى؟ I looked on. On يا حمار. I looked on the internet. السؤال اللي تحته. اللي تحته you look on like. You look like. You look like. الأولى. عمر and علي found a big bag. عايز أقول what؟ يبقى أقول what did عمر and علي find. What did علي؟ What did عمر and علي find؟ تمام. نقطة تانية، سلمة tells funny stories. عايز أقول yesterday، ويسترداي مديها لي كابيتال، يبقى أقول yesterday سلمى told funny stories. أقول تاني yesterday سلمى told funny stories. I am very tired، I can't do my homework. استخدم two. أكيد ما حدش عمل الجملة دي. حد عمل الجملة دي؟ حد عملها؟ أنا. يلا أقول I am too tired to do my homework. برافو 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 يا يحيى. يبقى هنا حل الجملة زي ما قلنا في الأول، إن تو صفة تو مصدر، يبقى أقول هنا I am، بشيل كلمة very، بنشيل very، تمام. يبقى I am too tired to do my homework. I am too tired to do my homework. يعني أنا متعب جدا لدرجة إن أنا ما أقدرش أعمل الواجب بتاعي. يبقى I am too tired to do my homework. آخر جملة، my dad took a good photo. جمانة. جمانة. سير عايز أقول. يلا يا جمانة. My dad took a good photo. My dad didn't took a good photo. بعد didn't ايه؟ بعد didn't took didn't take didn't take didn't ايه يا جمانة؟ take. تمام؟ يبقى بعد did و didn't دايما برجع الفعل اللي أصله أو المصدر بتاعه. هلاقي عندي page 39 و 40 امتحان. يا مهاب يا شباب، 39 و40 امتحان هنحله في الهومورك. الباراجراف عايزه يتكتب في ورقه خارجيه ويتصور لي. الباراجراف يتكتب، الباراجراف يتكتب في ورقه خارجيه وتصور. تمام. سير احنا حللنا الامتحان ده. حللنا الامتحان كمان. طب برافو عليكم والله. لحد 40. لحد كام؟ 40. لحد 40. لا يا شيخ، انا ما حلتش اخر صف. تمام. هو ما كانش معانا المفروض في الهومورك، كان معانا في الهومورك لحد اللي هي 38. تمام. تيست المفروض كان المفروض النهارده الجزء ده. خلاص حلينه كله؟ لا يا شيخ، انا حليت صفحه واحده. طيب يا مهاب هتكمل لي الصفحه الثانيه. انا حليته كله. تمام ماشي يا شيخ. تمام يا جمان، انا حليته كله.
ماشي طيب جميل جميل كويس قوي. طبعا المفروض الحصة خلاص دقيقة وهتخلص قدامنا. هنحل الامتحان ده تاني، هنحل الامتحان ده تاني، او هعمل مراجعة على اليونت كله، هعمل مراجعة على يونت وان كله بالنسبة للولد تمام. وان شاء الله الحصة اللي جاية نحاول ناخد فكرة عن الستوري اللي عندنا. عندنا ستوري النهاردة اللي هي ايه بقى يا مهاب؟ عارف الستوري اللي عندنا اسمها ايه؟ معرفش. اهي شايفينها قدامكم، شايفينها قدامكم، شايفينها قدامكم. روبن هود. لا حلوة يا سيد. روبن هود and his merry men. روبن هود ده البطل بتاعنا، بطل القصة اسمه روبن هود، وله أفلام كتير على النت لو عايزين نتفرج عليه. روبن هود and his merry men. ماشي يا سير، ابعت لنا، ابعت لنا اللينك على بتاع اليوتيوب بتاع القصة دي على موجود له أفلام كتيرة على اليوتيوب تمام. روبن هود and his merry men، روبن هود ورجاله المرحين تمام. دي المفروض الستوري اللي عندنا السنة دي إن شاء الله، موجود الملخص بتاعها قدامنا اهو، هنقراها مع بعض إن شاء الله الحصة اللي جاية وناخد الأسئلة اللي فيه تمام. طبعا موجود عندنا الشرح بالكامل، وموجود كمان الستوري نفسها زي كتاب المدرسة، والأسئلة والإجابات، أسئلة بإجاباتها، أسئلة بإجاباتها، وبعد كده أسئلة لكم أنتوا تحلوها يا حلوين تمام. ده إن شاء الله هنشتغل فيه الحصة اللي جاية، يعني ممكن ناخد فكرة عنها ممكن ناخد فكرة عنها النهاردة أو بكرة، يعني لحد الحصة اللي جاية نقرأ كده مع ماما أو بابا إيه الموضوع ده بيدور عن إيه، مين هم الأبطال أو الأشخاص اللي عندي في الستوري، علشان لما نيجي نشرح نبقى فاهمين إحنا بنقول إيه تمام. يبقى ده والامتحان بتاع يونت 1 معانا في الهومورك لتجهيز الحصة اللي جاية إن شاء الله تمام. يا شباب في أي مشكلة عندنا في يعني في أي مشكلة واقفة في اليونت الأول؟ لا طبعا مش كل الأسئلة دي هتجيلي في الامتحان، مش كل الأسئلة اللي قدامنا أو اللي احنا حليناها هتيجي في الامتحان، في نقط معينة اللي بتتكرر في الامتحان، وطبعا دي أنا بركز معاكم عليها اللي هي نقط النفي، نقط جزئية الرايت، جزئيات